اليوم بدي اورجيكم جيم اسمه ذا جانك. ذا جانك هي لعبه من جماعه اللي عملوا ستيم وورلد، سلسله العاب ستيم وورلد اللي كانت 2D فيها روبوتات. واذا حدا شاف الروبوت هاد حيعرف انا عشان بحكي هذا لكم. شايفينه؟ الفكره هي بهي الجيم انك انت هي البنت اللي عم تعمل مثل نزمع الكوكب هي واللي معها، وعم يحاولوا انه يدوروا على شيء يستفيدوا منه بهذا الكوكب. اوكي، ولقوا انه في هيك نباتات وفي حيوانات وفي مواد ومعادن وكذا، وعم يستكشفوا مشان ياخذوا الاغراض ويبيعوا. فبهذا الوقت لقوا شيء اسمه ذا جانك، هلا بتشوفوه بس وصل عليه. اوكي، طبعا انت ماشي حتاخذ مواد، حتجي على البيس وراح تعمل انستول لهي الشغلات. فهون بالس كانن فاير بلازما بالس تريجر لوكال ماشين ادز ا موديفايد ثيرمال ما بعرف شو. هون مثلا مومنتم اوسيليتر، هذا خليني اطلع شو اسمه لما بسحب الجنك بسحبه اسرع، الفاكيوم بصير سريع. هلا بتعرفوا شو قصدي، حاعمل هاي تمام. فهلا هون مثلا اعطاني سلاح جديد، يعني هي ما عندها ايد، عندها هذا الجلوف. اوكي، وبتروح بتعمل المشنز تبعونا. طيب هلا ريفيزيت ذا روينز يوزنج ما بعرف شو، خلينا نعمل هذا نقوي السرعة تبعنا. اوكي، سرعة السحب. ففي هذا الشفاط حنستعمله لحتى نشيل فيه اشياء. مثلا كيف حتلاقي نباتات مثل هاي، في تجي تشفطها تستعملها مثلا ترميها بمكان لحتى تحل بازلز. اوكي، هلا انا اوريدي حليت البازلز اللي هون، فحروح على المحل البيس اللي انا فيه. رح اجي واطلع على المكان الجديد. طبعا هدول الاثنين بيحكوا مع بعض طبعا، وبصيروا بيقولوا لبعض شو بدنا نعمل وشو بدنا نساوي. اوكي، ففينا فيك تشوف هاي الكابتن، انت عم تلعب الكابتن والشخصيه الثانيه هي اللي معك، وفي هذا الشيء. نزل تحت، ما في شيء تحت نعمله anyway. فحنروح هون ونروح على الالين رونز. اوكي، فكره الجيم كثير واضحه، يعني ما فيها شيء جديد. مع الوقت بتصير تفتح ابجريدز وهيك. اوبن ذا دور وذ ا بولس، نعمل اي. اوكي، فهلا هون مثلا فتحنا هذا الباب. لما وصلت لهون لقيت الينز كانوا بانين شيء هون، ما بعرف شو هو، فممكن احنا نعرف ندور عليه ونشوف شو هو. بس احنا ما بدنا نفوت لهون اول، بدي استكشف محل ثاني حتى يعني ادور على موارد ثانيه وعلى ابجريدز وهيك اشياء. اوكي، حاطلع لفوق، هون في هذا التمثال وراه شفت كهف، فحنفوت على هذا الكهف. شعل ضوء. ما فينا نعمل شيء بهذا الكهف؟ بلا. اي شت، ان شاء الله ما اكون ورطت. بس ايه شايفين هذا الكهف هون، فممكن اجي اخذ النباتات هاي واستعملها للابجريد تبعوني. فمثلا هذا لحتى اعمله ابجريد بدي 15 اورجانيك، انا عندي 7 وهكذا. طيب فهون انا لقيت الكهف هذا، خلصت منه، حاطلع خلاص ما في شيء. شايفين هيك؟ هلا اخذت الاغراض، المفروض مو مشكلة، هلا ما حاكل هم الموضوع هذا لحتى يصير وقت دوره. طيب وارجع انزل وارجع انزل وفوت من هذا الباب. اوكي، هلا الفكرة الأساسية إنه هذا الكوكب في شيء مادة هيك اسمها جانك مصخته لهذا الكوكب، مثل بولوشن أو فطر أو ما بعرف شو. والفكرة انك انت بدك تقعد تنظف هذا الكوكب من هذا الجنك. اوكي، كل ما نظفت المنطقة خلصوا حكي. اوكي، كل ما نظفت المنطقة بترجع الخضار إلها وبترجع النباتات. نعمل سكان، في زر. ها هذا الزر طبعا، هذا الجنك شايفينه؟
فهذا عم ينظف ال يحاول ينظف المكان مش هنرجع الرونق تبع الكوكب. اوكي في هدول كمان الالينز الصغار رح اعمل لهم سكان. رح اعمل لهم سكان واخلص منهم وبتسحب الجانك بالمكنسه شايفين مثل هوفر اسحبهم. بدك تحاول تنظف المكان ناخذ الاشياء وشايفين بس تسحب الجانك بينضف المكان بصير اخضر. هلا بصير بقى شو بتقدر تستكشف المكان هذا بشكل احسن. ما في هون شيء نعمل له سكان. لا اسحب هدول. هاي بدنا نلاقي شغلة نحطها فيها. هلا بشوف هاد. The pipe is full of energy. شايفين فالبازل عم تعمل بازل لحتى توصل محل لمحل. بشكل عام الكنترول جيد والجرافيكس ماشي حالة. مو واو بس منيحة يعني شغالة. عرفتوا كيف؟ أظن إذا رحت هيك ما في هون طريق خلص من هون. نروح هيك وهيك. فهي هي عم تروح محل لمحل تكنس الجانك اللي هو هذا الطين ما بعرف شو هاد عم تشيله ولحتى ترجع الكوكب وتستكشف هذا الكوكب ليش هيك وشو صار فيه وشو اللي عمله وصله لهي الحالة. بلوتد ليك شايفين هون مثلا في كتير جانك تحت بدنا نشوف كيف ننظفه. فحننزل وعلى الطريق بناخذ الغراض. هاي نعمل لها سكان. The natural compartment in the microstructure keep the internal blunt force will cause the insane. Okay. Explosion. هتنفجر. حلو. فمع انه الجيم ميكانيكلي كاكشنز ما فيها كتير اشياء بس الجو العام تبعها حلو. اوكي بس ممكن تكون مملة شوي مع الوقت بس قول هي ما بتطول تقريبا وصلنا 4 ساعات بس فيعني لذيذة. الجيم هي فيك تاخذها على الاكس بوكس جيم باس على البي سي وعلى الاكس بوكس. فهلا هون في بازلز بدنا نشوف كيف بدنا نحل البازل. شايفين اوريدي وصلت شابتر 4 ما صار لي غير يمكن ساعتين عم بلعب. اوكي هاي هي هي ذا جانك. لا شو هذا نعمل سكان. ابلاي ا بولينج فورس تو اكتيفيت. اها هيك عم نفتح السور بدنا نلاقي كمان تنتين لحتى نكمل بقيه السور والجانك عم ينتشر في كل مكان. نجي من هون. شايفين كيوت جيم كيوت يعني. وسرعت بالمي. موسيقى غريبة شوي مو سيئة بس مو فظيعة يعني ما عم اتذكرها بال. نكسر هاد. ايه البازلز فيها سهل كتير. بتحس انه الجيم يعني موجهة للجيل الاصغر من الناس اللي بتلعب يعني. عرفتوا كيف؟ اشعل الضوء. هذا غير مكان. anyway عم نستكشف ونشوف المكان. اوكي يا ريت بس لو كان في ماب خريطه هذا الشيء كان كثير بيفرق معي بس مو مشكله. المهم هاي هي ذا جانك. شكرا كثير. لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب شير. نشوفكم بعدين. سلام.